مدرسة حافظ إبراهيم. وما أدراك من هو حافظ إبراهيم؟ من العلماء المثقفين الذين عارضوا الشيوعية واكتوا بجحيمها، سجن وعذب حتى مات. هو أول من أسس مدرسة نسائية في ألبانيا. أسست هذه المدرسة قبل 8 سنوات، بها 500 طالب وطالبة. هي من مدارس العشر الأوائل في العاصمة تيرانا. لا تقبل طلاب زيادة لأن المبنى صغير والطاقة الاستيعابية كاملة. شعار المدرسة التعليم مع المحافظة على القيم الإسلامية. تدرس فيها جميع المراحل التعليمية. فيها المواد معتمدة من الوزارة، بالإضافة يدرس فيها اللغة العربية والقيم الإسلامية والأخلاق في جميع المراحل. من مميزات هذه المدرسة أيضا تفصل فصول الذكور عن الإناث من الصف الخامس، وحافظ القرآن يدرس فيها مجانا. كما تهتم بتعليم الفقراء والأيتام، يدرس فيها أكثر من 50 يتيم يدرسون بالمجانا، والمدرسة تسوق كفالتهم. كفالة اليتيم في السنة 3000 ريال.